ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 14/1/2022، في متابعة المنظومة التعليمية حول العالم خصوصا الأوروبية، هناك مصطلح يكتبون فوتبول رانينج، ركض كرة القدم، يخصصون ركض اللعبة. يختلف من لعبة إلى لعبة بالتأكيد، حجم الساحة، عدد اللاعبين، مرتبطة بعوامل كثيرة، خطة الفريق، تشكيل الفريق، أثلاث الساحة، مناطق الساحة، المربعات، وهكذا. فهناك خصوصية لكل ركض في كل لعبتين، خصوصا الألعاب الفرقية. وفوتبول رانينج اللي نعني به هو اللي يطلع بالإحصائيات اللي يعملوها بكرة القدم، ويقولون شنو اللاعب كم ركض، 8 كيلو، ولاعبين 9، ولاعبين 11 كيلو، ويطلعون إحصائيات يعرفوها المدربين كلهم على اطلاع، هل قد ركض سريع، هل قد ركض متوسط، لكن كله تجمع حتى الركض للخلف ويسموه أركاض كرة القدم. وين تصير أركاض كرة القدم؟ بالساحة. متى تصير أركاض كرة القدم؟ باللعب. إذن أنا بحاجة أن أبين هذه الأركاض أو ألقي الضوء عليها في التدريب، لابد. نعم، أركاض كرة القدم أحسن مكان وزمان لتدريبها هو أولا خلال ما يعرف بتمارين الربط، وثانيا بعد فترة الإحماء. هذه نقطتين مهمة. أنا من الفعالية أريد اللاعب يركض، فأعمل له تمارين ربط وأخلص من المشكلة. فعلى سبيل المثال للحصر، إحدى التمارين اللي تهتم بركض كرة القدم هو هذا التمرين، هو أصله مهاجمة كرة عكسية بعد البناء. بسيط، خلنا نتكلم ببساطة. فالمدرب خارج منطقة الجزاء، مسافات معينة ترتبط بركض اللاعبين، شوف كل هذا ركض ركض، أنا مبطئ بعدين أحرك بسرعة، ركض كرة قدم، هذا اللي يصير، سواء 2 3، هاي ركض، حركات ركض مستنسخة مثلا من اللعب، هذا يسموه ركض كرة القدم. بس شبي بأنه تعليمات المدربين دائما هاجم الكرة اللي يلعبوا لك إياها في أكثر الأحيان، لاحظ هاجم الكرة. زين، هذا راح يغير لعب، فيحتاج لاعب يركض مسافة من بعيد. هاي كلها صار بيها تخصيص للركض وليس تدريب تخصصي. لماذا ليس تدريب تخصصي؟ لأن المشاركين به كل اللاعبين، ممكن أن تضع كل الاحتياط، لكن أنا خصصت التدريب ليس فقط لمهاجمة كرة عكسية بعد البناء، وإنما لركض كرة القدم. ماذا أريد من هذا الركض؟ شوف الحركة اللي يتحركها اللاعب. ما أريد ميكانيكية الركض، بين قوسين بايوميكانيكي، مفهوم مصطلح ميكانيكية الركض، ما أريده، ما أحتاجه، ما عندي ألعاب قوة. أنا عندي كرة قدم، أريد شيء واحد هو توقيت هذا الركض. أهم شيء بأركاض كرة القدم يسموه توقيتات الركض، مهمة بجانب السرعة، مهمة جدا، بالرغم من أنه في أحيان كثيرة الركض السريع غير مطلوب في اللعبة، وإنما يحتاج إلى ركض تهيئة، هرولي يسموه اللاعب يتهيئ ثم ركض متوسط ثم ركض، لكن من يحدد هذا هو التوقيتات الركض لما يعرف تطبيق الواجب الحركي. فأنا عندي هنا، عندي 4، وعندي 3، وعندي 2، وعندي 8، هذا وعندي لاعبين يبادلون مراكز ويركضون ويربطون غيرون الكرة عكسية، هذا هو ركض يسموه فوتبول رانينج أو سوكر رانينج، بسيط.
لازم تدربل، لازم تدربل. يعني أنا هسه أريد الكل طالع الأرقام 8 9 10. ليش خلينا هاي الأرقام مختلفة؟ لأن يعني الآن من غير اتجاه اللعب 3 لـ2 بجهة اليمين، الآن يبدأ الركض، لكن يجب أن يكون هناك فرق بالثانية الوحدة بين لاعب ولاعب. فرقم 8 هو البدل أولا بالركض، يعني الحركة 8، بعدين الحركة 9 اللي هي اللاعب 3 بدأ بالركض، وبعدين الحركة 10 اللي هو اللاعب 8 بدأ بالركض، يعني اللاعب 8 آخر من يركض للكرة العكسية، يبدأ بمهاجمة الكرة العكسية أو الركض الآن قبل وصول الكرة اللاعب 2، يبدي 4 و3 هكذا اللاعبين كلهم. لكن أنا مو غايتي أن أخصص هذا الركض، وإنما غايتي أن يعني أحسن توقيت الركض في مثل هذا يسموه الموضوع. هاي واحدة، هاي بسيطة. الآن أنا ما أركز على ميكانيكية الركض، أركز على توقيتات الركض في هذه الفعالية. هاي 2، أنا من أعمل هاي التمارين وأريد أركز على توقيتات الركض، ممكن أن أعملها بالساحة، يعني بنصف الساحة بوجود الخطوط بوجود كل شيء، يعني أعملها بالساحة الآن، وضع اللاعبين في المراكز هاي وأخصص نفس الفعالية ولكن ضمن هذا الواقع الساحة الحقيقي اللي هو نص الساحة. فشوف الأربعة يهاجم، الثلاثة يروح لمنطقة النص، هذا مو تخصصي، هذا تدريب لياقة بدنية عالي جدا 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 مع الكرة، عالي جدا، لأن تدريبات الربط الحقيقة وتحديد المسافات اللي تحدث بها الحركة هو أحسن تدريب لشحن أنظمة الطاقة حسب المسافات، حسب التوقيتات، حسب فترة العمل للراحة. فتمارين الربط تعوضك عن ملل تدريبي يسمى الركض بدون كرة، ويتحول الركض إلى فوتبول رانينج أو سوكر رانينج، هذا كله ركض الأسهم المنقطة. ركض، شوف هذا أول ركضة ركضها، بعد وراء ثانية، شوف هذا الثلاثة أول ركضة ركضها، هذا كله سريع، غير الاتجاه، شوف 2 و7 كم راح يركضون، ثم الركضة الثانية للجميع، هذا كله ركض كرة قدم. كم مرة تريد كل لاعب يركض؟ أعطي التكرار لكل مجموعة 6 مرات 8 مرات، زين، وحافظ على المسافات اللي تقترب من المراكز، تقترب مو 100% من المراكز الحقيقية، فثلاثة وداعش مراكز حقيقية، 2 4 5 6 مراكز حقيقية، باستثناء اللي 10 و9 و8 واللي هم أيضا مراكز حقيقية، لأن في كثير من الأحيان هؤلاء اللاعبين ينزلون للأسفل لاستلام نزل للأسفل استلام الكرة ولعبها للساند وتهيئ لمهاجمة الكرة العكسية، تهيئ زين عشان هو آخر واحد راح يركض. إذا ركض الآن 4 وركض 3 وركض بعدين 8، فالأركاض بكرة القدم يعني أنا أقول، قد أنت تقول لا أنا ما أريدها بالكرة، أوكي أنت الصحيح في فكرك وأنا الصحيح في فكري وما نتقاطع أبدا، ما نتقاطع، أنت عندك فلسفة أنا عندي فلسفة، أنا فلسفتي هذه أنه أركاض كرة القدم اللي سئلت عنها فوتبول رانينج، مو الاهتمام بالجانب الميكانيكي، لا، الاهتمام بالجانب اللي يعرف بتوقيتات الركض. أنا أريد اللاعبين الآن لا يصلون متأخرين ولا يصلون مبكرين، كيف هاي المعادلة؟ عن طريق التوقيت الصحيح للركض السريع. أنا ما شاء الله دا أدرب ركض سريع راقي، ليش راقي؟ لأنه باتجاه هذا، ليش راقي؟ لأنه مع كرة، عندي دليلين الآن في تدريب الركض بكرة القدم، هما الكرة والهدف، وشيء يحدث بالمباراة وشيء يحدث من مناطق ما يحدث في المباراة، كل هذا يحدث في اللعب. فإذا غيرت مرة من اليمين ومرة من اليسار، مرة من اليمين ومرة من اليسار،
أكون بعد فترة الإحماء إذا طبقت هاي الفعالية قد طورت مسألة مهمة ما ينتبه لها الناس، هو توقيتات الركض. يعني في بعض الأحيان توقيتات الركض تكون الحد الفاصل بين الفوز والخسارة. زين؟ فاللاعبين اللي يصلون إلى يعني مثل مناطق الحسم مبكرا يعني يفشلون في الحصول على نتيجة جيدة من الأداء، واللي يوصلون كذلك مبكرين يفشلون، لأن أنت ما تلعب وحدك، أنت يلعب معاك مدافعين، فعليك أن تصل بالتوقيت الآن، يبدأ الآن الركض السريع. هذا شيء يسوي هذا؟ هذا يضع المدافعين في حرج المراقبة يسموها والمتابعة. فاهتموا بتدريبات توقيتات الركض، وأنا شفتها حتى على مستوى عالي عندنا بالمنتخبات العراقية، أنه اللاعبين ما عندهم يعني ضبط حركي يسموه وحس حركي للتوقيتات الركض، لذلك في أكثر الأحيان تكون الفعاليات الهجومية ضعيفة بسبب هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالصحة والعافية، إن شاء الله يمن عليكم وعلى محبيكم وعلى أهليكم وعلى كل البشرية بإذن الله. اليوم جمعة، خيركم من صلى على سيدي رسول الله المبعوث الأمين رحمة للعالمين. أنا موافق المولى، واليوم 14/1/2022. مع السلامة، شكرا جزيلا.